والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والتسليم. أعزائنا طلاب رياض ومدارس جامعة الزرقاء، أحييكم أجمل تحية، وما زلنا في السلسلة التعليمية للحصص المصورة لطلبة الفرع العلمي الأول ثانوي في المدارس. في الدرس الثالث التطبيقات من فصلنا السادس الزخم الخطي والتصادمات. في هذا الدرس أعزائي الطلبة سوف نتعرف على بعض التطبيقات العملية على فكرة الزخم الخطي والتصادمات. وفي هذا الدرس معانا تطبيقين مهمات جدا على فكرة الزخم الخطي والتصادمات. الجهاز الأول أو التطبيق الأول على الزخم الخطي والتصادمات جهاز يسمى البندول القذفي. مر معكم سابقا جهاز يسمى البندول البسيط، لكن في هذا الدرس راح نتعرف على جهاز آخر ألا وهو البندول القذفي. هذا الجهاز تقوم فكرة عمله على فكرة الزخم الخطي والتصادمات التي درسناها في الحصص السابقة. جهاز البندول القذفي أعزائي الطلبة هو جهاز يستخدم في قياس سرعة المقذوفات السريعة. إذا هو جهاز يستخدم في قياس سرعة المقذوفات السريعة، يعني لو كان عندنا هون رصاصة، هاي أعزائي الطلبة رصاصة، هذه الرصاصة انطلقت بسرعة عين واحد، سرعة ابتدائية اسمها عين واحد، وعندنا هون اخترقت اللي هو جهاز، هذا هو الجهاز يسمى جهاز البندول القذفي الذي يتكون من قطعة خشبية، هذه قطعة خشبية معلقة بواسطة حبلين خفيفين، هذين الحبلين خفيفين وبواسطة جدار أو حامل. فبالتالي هذه القطعة الخشبية عند اصطدام هذه الرصاصة بالقطعة الخشبية سوف نستطيع من خلال قوانين حفظ الزخم الخطي والتصادمات، وأيضا من خلال قانون حفظ الطاقة الميكانيكية، أن نستطيع أن نحسب سرعة هذه الرصاصة. إذا كيف يتم حساب سرعة المقذوفات السريعة كالرصاصة كالرمح كالسهم؟ إذا معي قوس وبدي أطلق سهم، كيف ممكن أحسب سرعته؟ بنحسبها من خلال جهاز البندول القذفي. إذا أول سؤال بنسألك إياه، نحكي لك وضح المقصود بالبندول القذفي كجهاز. نحكي لك البندول القذفي هو أداة لقياس المقذوفات السريعة. مثل إيش أستاذي؟ كالرصاصة والرمح والسهم. طب مين بيستخدم هذا الجهاز أستاذي؟ نحكي له بيستخدم هذا الجهاز اللي هم رجال الشرطة في تحقيقاتهم لمعرفة سرعة رصاصة أطلقها جاني على مثلا شخص آخر أو في مكان آخر. كيف بنحسب سرعة الرصاصة؟ مكان الرصاصة، اتجاه الرصاصة، المكان اللي انطلقت فيه، أيضا كل هاي الأمور حتى بنقدر نحدد سد المسدس أو الأداة التي أطلقت منها هذه الرصاصة باستخدام البندول القذفي. إذا مين بيستخدمه؟ يستخدم من قبل رجال الشرطة في تحقيقاتهم الجنائية، ومن خلال هذا الجهاز بيقدر الشرطة يحددوا العديد من الأمور. أولا بيقدروا يحددوا سرعة الرصاصة، اثنين تحديد موقع انطلاق الرصاصة، بالإضافة إلى اتجاه حركة الرصاصة. وأيضا نقدر نضيف نقطة رابعة اللي هي الجهاز أو بين قوسين المسدس الذي أطلقت منه، المكان الذي أطلقت منه. إذا هذا هو يا أعزائي الطلبة جهاز البندول القذفي. لو حكى لي من إيش بيتكون، بنقول له من قطعة خشبية مربوطة بحبلين خفيفين. طبعا ليش خفيفين؟ لانه حتى يهبل الوزن، وبالتالي هذا بيؤدي الى قله اللي هو الاحتكاك، مشان ما يكون في عندنا مؤثر خارجي على هذا الجسم.
طبعا هذا الجهاز يقوم مبدأ عمله أو فكرة عمله على نوع من التصادمات اللي هي نسميه احنا التصادم غير المرن عديم المرونة، انه بتنتقل هاي الرصاصة لما تنطلق بتدخل الى داخل القطعة الخشبية، يعني يجب هذه الرصاصة ان تخترق هذه القطعة الخشبية. فعند اختراقها للقطعة الخشبية تتشكل مجموعة واحدة مكونة من القطعة الخشبية اللي بدي اسمي كتلتها كاف اثنين، ومن رصاصة، هذه الرصاصة بدنا نسمي كتلتها كاف واحد. اذا في عندنا رصاصة كتلتها كاف واحد وعندنا قطعة خشبية كتلتها كاف اثنين، يعني اصبح عندي كتلة الرصاصة وكتلة القطعة الخشبية تشكلان كتلة المجموعة لهذا النظام. ليش اطلقنا عليه اسم نظام؟ لانه اصبح يتكون من رصاصة ومن قطعة خشبية. طب الان اعزائي الطلبة، لما يجي جسم ويصطدم بجسم ويصير التحام بين هذين الجسمين، شو سميناه الحصة الماضية؟ سميناه تصادم عديم المرونة. إذا يخضع لمين؟ لقانون التصادم عديم المرونة. أيضا بدك تفهم شغلة، إنه لما تيجي رصاصة وتصطدم بهذه القطعة الخشبية شو بصير؟ بصير تحرك للمجموعة، تتحرك المجموعة من هون إلى هذه النقطة، يعني بدها تنتقل هاي الرصاصة من هون تخترق هذه القطعة الخشبية وبتتحرك المجموعة ككتلة واحدة. يعني كانت هنا، لو افترضنا أن القطعة الخشبية كانت ساكنة، لكن لما اصطدمت الرصاصة فيها أكيد بدها تحركها، فبدها تنتقل هذه الرصاصة مع هذه القطعة الخشبية إلى نقطة معينة لأنها مربوطة بحبل، يعني بدها تتحرك، خلينا نحكي المجموعة بهذا الشكل تقريبا، يعني تصبح المجموعة معلقة بهذا الشكل. فرضا كيف لعبة السفينة في الألعاب والمدن الترفيهية، بنفس الطريقة تتحرك إلى أقصى ارتفاع ثم تعود، يعني هذه المجموعة عند اصطدامها بدها تتحرك للنقطة هاي ثم تعود. وهذا الكلام أيضا ليخضع لقانون حفظ الطاقة الميكانيكية. إذا عند التطبيق على هذا الجهاز بدي أدرس قانونين، قانون حفظ الزخم الخطي للتصادم عديم المرونة، بالإضافة لمين؟ لقانون حفظ الطاقة الميكانيكية، إذا اعتبرنا بأن هذا النظام نظاما محافظا معزولا. شو يعني؟ يعني ما بتأثر عليه قوة خارجية. فهون أصبح عندي كتلة الرصاصة زائد كتلة القطعة الخشبية أصبحوا يتحركوا بسرعة معينة، هذه السرعة المعينة هي سرعة مشتركة للجسمين. شو بدي أسميها؟ بنسميها عين فتحة. وإذا افترضنا أنه هون عندنا الموقع المرجعي لنقطة الإسناد اللي دائما احنا بنعتبر عنده طاقة الوضع بتساوي لصفر، إذا بتتذكروا بالفصل الأول زي كنا نعتبر سطح الأرض هو المستوى المرجعي، هون بدي أعتبر هذا المستوى بيكون طاقة الوضع فيه صفر، يعني هون في اللحظة اللي اصطدمت فيها الكرة أو عفوا الرصاصة مع القطعة الخشبية كانت طاقة الوضع للمجموعة بتساوي صفر، لكن لما ارتفعت لهون لهذه النقطة خلينا نحكي، معناته أصبح عندنا هون في ارتفاع رأسي، ولما تحقق ارتفاع رأسي معناته صار في عندنا إزاحة رأسية على المستوى الرأسي. شو بنسميها؟ بنسميها دلتا صاد، أي أن المجموعة في هذه اللحظة عند اصطدام الرصاصة بالقطعة الخشبية تحركت، يعني امتلكت طاقة حركية، بس شو بتكون طاقة وضعها؟ صفر. لما تنتقل إلى هذا الموقع معناته بدها تتوقف، يعني شو بدها تصير سرعتها هون في هاي اللحظة عند أقصى نقطة؟ بدها تصير سرعتها تساوي صفر، أو سرعة المجموعة تساوي صفر، فبالتالي هون طاقتها الحركية شو بتساوي؟ بتساوي صفر. ليش؟ لأنها وقفت، ما في طاقة حركية، فبالتالي هون اللي صار عندنا تحولت هذه الطاقة الحركية إلى ماذا؟ إلى طاقة وضع، إلى طاقة وضع. وهذا الكلام درسناه بالفصل الأول السابق، الفصل الدراسي الأول، من خلال الأنظمة المحافظة التي تكون فيها الطاقة الميكانيكية محفوظة. وهذا الكلام الآن راح نفهمه أكثر من خلال حل الأمثلة، من خلال حل الأمثلة.